قطاع السياحة. كل لما الواحد بجد بيشوف أو بيتابع حركة السياحة في مصر رغم كل ما موجود بقى في العالم من أزمات وإحنا فيه، ولكن بتبقى سعيد لما تلاقي حركة السياحة في مصر فيها مجهود وفيها تطور وفيها يعني مجهود يقدر يجذب أكبر عدد من السائحين. يعد قطاع السياحة من أبرز قطاعات الدولة الشاهدة على العديد من النجاحات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، لأن الدولة كمان وضعت نصب أعينها الاهتمام بهذا القطاع الحيوي المهم، وده شيء طبيعي. أنت عندك الحقيقة يعني كمية من الثورات، يعني ثروة عظيمة في الآثار والسياحة وموقع مصر وجمالها والآثار والمختلف في كل مكان، فطبيعي تكون الدولة دايما مهتمة بهذا القطاع. خلينا مزيد من التفاصيل نتعرف عليها من خلال الأستاذ أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة للتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة. مساء الخير يا فندم. أستاذ أحمد، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. يا رب وانت بألف خير. طمنا الأول على السياحة، يعني بشكل عام كده قلنا كده يعني شوية تطمينات. يعني بداية زي ما حضرتك قلتي، يعني الدولة لم تألو جهدا الأعوام الماضية في الاستثمار في البنية التحتية من مطارات وطرق وتطوير للقطارات وجميع البنية التحتية، دي أفادت قطاع السياحة طبعا بشكل مباشر، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتراث والآثار بتاعتها، بدليل افتتاح عدد كبير من المتاحف ما حصلش في أعوام كتير سابقة، آخرها المتحف اليوناني الروماني بعد تطويره، متحف الحضارة، متحفين في شرم الشيخ والغردقة والعديد من الأماكن الأخرى. مش بس كده، احنا كمان كوزارة بنطور خدمة أو تجربة السائحين في المواقع السياحية والأثرية، دخلنا العديد من الخدمات الدفع الإلكتروني سواء لتراخيص الشركات والفنادق المختلفة أو لحجز التذاكر للأماكن السياحية المختلفة، وإحنا إن شاء الله ماشيين في هذه السياسة، وتم طرح عدد 10 مواقع للاستثمارات للقطاع الخاص لتطوير هذه الخدمات من مطاعم وخلافه، والحمد لله ناجحين في هذا لغاية دلوقتي. الجزء اتفضل. الجزء فيما يخص السياحه، يعني مع بدايه العام ورصدنا للحجوزات المستقبليه، احنا كنا متوقعين ان احنا نوصل لرقم 15 مليون سائح، وده رقم كان يتجاوز اعلى يعني رقم وصلنا له في 2010 اللي هو 14 مليون و3 من 10. اللي حصل يمكن في الربع الاخير من هذا العام اخر شويه هذا المستهدف، لكن الحمد لله احنا يعني اخذنا العديد من الاجراءات اللي هي النهارده بدأنا نمتص الأزمة، وبدأنا يعني نستعيد التدفقات السياحية مرة أخرى بالذات في أجازات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد. طيب خليني أسأل حضرتك أستاذ أحمد، يعني كمان يعني عدد المطارات اللي دخل الخدمة السياحية، خصوصا مثلا مطار سفينكس اللي هو قريب من المتحف الكبير وأيضا الدرج العظيم، يعني هذه الأشياء لما بدأت تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي وتنزل على مواقع رئيسية أيضا للسياحة في مصر، بدأت تعمل نوع من أنواع الجذب المختلف كمان. ده اكيد يا فندم، وانا احنا حابين نربط يعني موضوع المتحف الكبير ومطار سفنكس بتطوير للمنطقه بالكامل فيما يخص غرب القاهره، وتخطيط كبير لاضافه عدد كبير من الفنادق والمطاعم والممشى السياحي، يعني كل هذه الانجازات احنا عايزين بس نقول للمواطنين المصريين ان احنا حتى في وقت الازمات بنستمر في البناء طبعا، ولا نستسلم ابدا، ودايما كل هذه الاستثمارات والمجهودات بتؤدي الى التعافي السريع للسياحه وزياده التدفقات السياحيه ومعدلات الانفاق، وان شاء الله يعني افتتاح المتحف الكبير هيبقى دوره التاج بالنسبه للسياحه والاثار باذن الله يعني في اقرب فرصه ممكنه. طيب قول لي توقعات حضرتك للسياحه في 2024، اديني اي حاجه ممكن تكون يعني اكثر تقدما والاعداد، يعني كلمني كده عن توقعاتك وامنياتك.
بإذن الله يعني أعتقد إن إحنا هنرجع على المسار الطبيعي بتاعنا في العام القادم، ونتمنى إن يعني يحدث مزيد من الهدوء والسلام في منطقتنا كشرق أوسط علشان نقدر يعني نوصل للأرقام والمستهدفات اللي إحنا عايزينها. وأحب أقول إن المنتج المصري زي ما حضرتك يعني بدأت الحوار منتج قوي جدا جدا، وبالتالي أول ما يبقى فيه نوع من الهدوء في المنطقة على طول بتيجي التدفقات السياحية أيا كانت الأزمات اللي احنا بنعدي فيها. فأنا متفائل بإذن الله في العام 24. وأحب أتكلم كمان أن في جزء مهم، البنية التحتية السياحية النهاردة كانت بتستعد حوالي 15 أو 16 مليون سائح في مبادرة يعني للاستثمار بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، تم الإعلان عنها في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لزيادة عدد إضافي من الغرف الفندقية للاستيعاب الأعداد اللي احنا متوقعينها بإذن أكيد الله في الأعوام القليلة القادمة. أكيد أنا بتوقع إن شاء الله أن يكون في مزيد من الازدهار للسياحة في مصر بإذن الله. أستاذ أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة للتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، بشكرك شكرا جزيلا الحقيقة. وأنا بتابع الصور منزلها المخرج بتاعنا، نرجع بس سريعا على صور السياحة. الصور في حد ذاتها بتأكد أنت يعني إيه الجمال اللي موجود عندك في مصر. أنت مش بس موجود عندك جمال، أنت موجود عندك تنوع مش موجود في العالم. يعني البحار، السياحة مثلا الشواطئ، وطبعا دي الناس بتيجي هنا للغطس، والسياحة اللي موجودة في منطقة في سيناء عموما، شرم ودهب وغيرها، الناس بتيجي مخصوص لهذه السياحة. عندك سياحة أثار، عندك سياحة مختلفة، الأثار بقى بنفسها مش أثار مقلدة ولا حد عامل له متحف هنا ولا متحف هنا، انت عندك الأثار المصرية اللي هي الناس بتيجي تنبهر. فوجود حاجة زي الدرج العظيم مثلا في المتحف الكبير دي حاجة عظيمة. في بعض الناس مثلا تقول لك في الشتاء القارس ده زي ما أنا عندي التلج نازل، لا طب ما أنا أجي أروح مصر كده. سياحة اليخوت مثلا اللي انضمت للسياحة في مصر حاجة مبهرة. بص الشواطئ في مصر عاملة إزاي من جمالها، يعني ما فيش الشواطئ دي ولا الرمال دي ولا الشمس الساطعة طول الوقت. إحنا دلوقتي بنتكلم النهاردة 29 ديسمبر، ده الصورة اللي حضرتك شايفها دي الصورة الحقيقية للطقس المصري في المناطق دي، يعني كل سيناء وكأنها في الربيع مش فصل شتاء ده. فالدنيا الحقيقة في مصر مختلفة، والتنوع كبير جدا بشكل كبير، والسائح اللي بيجي ممكن يعمل أكتر من نوع سياحة. يعني ممكن يجي شرم وبعدين يعمل يوم، لأنه كمان ممكن من شرم ومن الغردقة بيروحوا الأقصر يقضي يوم ويرجع فيبقى شاف الأثار، أو يروح يوم في القاهرة فبالتالي يشوف المتاحف، عنده متحف الحضارة الجديد، عنده الدرج العظيم أو متحف الكبير. فالحقيقة السياحة متنوعة، نتمنى لها كل التوفيق، ومصر تستحق هذه السياحة بشكل كبير.